ما راح نرجع. يا سلام. عطنا الابيات يا ابو طلال. اقول يا اخوان اوصيكم وهذه وصيه، حذرة من الفرقة وتصديق شيطان. سلام. يا اخوان والله ما بكم من ردية، اخواني انتم للعز قمة وتيجان، المرجلة فيكم وخلوها حية، المرجلة ما تضيع ابد بين الاخوان، علاقة الاخوان حب وصدق نية، فيها صلة ارحام ومن ربي رضوان، لا ضاع والاخوان والكل قاطع اخية، صاروا غنيمة لها الحسد وعدوان، ترى القطاعة إثم وذنب وخطية، القطاعة قطع رزق وذل وخسران، يالله يا عالم بالأمور الخفية، اجمع الأخوان على طاعة ورضوان، وتصفي النفوس وترجع زينة ورضية، وتصير من فعل التواصل لها شان، آمين يا ربي وآمين مية، يا رب نطلب منك جنات ورضوان، مع والدين اجمعنا في جنة علية، اجمعنا مع أهل وأحباب وخلان، صلاة ربي على محمد نبي خير البشر الهاجمي من نسل عدنان. الله يبيض وجهك. صاحب دنكم الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله. أبو طلال يعني بعد اليوم البس اللي تبي. بعد اليوم ايش؟ البس اللي تبي. لو تجي بدون شماغ. هم صغيرين ايش يقولون؟ يقولون أنا أقول لك كذا. شلون يقولون؟ يقولون أسأل الله أن يسعدك يا طلال. آمين يسعدك ويطول لي عمرك. ترى ال 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 الكلام الجميل والنفسية الحلوة والابتسامة يعني لها تأثير عجيب سبحان الله. أسأل الله عز وجل لا يحرمنا من فضله. أبو عبد الكريم هيا إيش عقبنا على قولتهم؟ إيش عقبنا؟